السلام عليكم. هنعمل النهارده مع بعض صينية البطاطس بالفراخ، بس طعم مميز شويه وشكل برضو مختلف. هنشوف المقادير بتاعتنا. عندي كميه الفراخ اللي انت هتعمليها، عندي طبق فيه جزر مبشور، بصل مكعبات، طماطم مكعبات، ومعلقتين خضره ورشه صغيره من المسترد. عندي البطاطس وبصل وطماطم جوانح متقطع جوانح، وعندي في التوابل زعتر، لوري، وحدة حبهان، كركم، فلفل اسود، بابريكا وملح. عايزة اقولك بس ان تقطيعة البصل بتفرق كتير قوي. لما تكوني مقطعة البصل بشكل كويس، يعني الجوانح بتاعته شكلها كويس ومظبوطة، هي هتتفك طبعا لما احنا ندعكه بالملح وكده، اهي بيبقى شكلها حلو قوي. لكن لما بتتقطع تقطيعة مش مظبوطة بصراحة بيبقى شكلها مش لطيف خالص. اول حاجة نعملها، طبعا الفراخ بتاعتي مغسولة ومنقوعة في ليمون وخل وملح ودقيق والدنيا بحالها، يعني لحد ما تبقى بصي خلاص انتي نظيفة جدا. بعد كده هعمل ايه؟ الطبق اللي فيه المكعبات بتاعت البصل والطماطم والجزر المبشور هنزل عليها بالتوابل كلها. هبتدي ادعك الطبق ده بالتوابل بكل اللي فيه جامد جدا عشان البصل ينزل المية بتاعته وريحته تطلع، تبقى ريحته حلوة قوي. هحط البطاطس في الصينية وانزل عليها الطماطم والبصل. هاخد بقى شوية من التتبيلة اللي انا عملتها دي كده، ارشها هنا كده واسيب على قد الفراخ بس. وضع في البصل والطماطم كده عشان التتبيلة تدخل في كل البطاطس والطماطم. كده خلاص هبتدي بقى اجيب الفراخ بتاعتي احطها كده. هحشي بقى التتبيله دي كده في الفراخ ما بين الجلد واللحم، يعني هحط كده، شايفين اهي كده، وادهنها كده كويس من بره واقلب ادهنها من هنا كده كويس قوي، يعني احشي الفرخة كلها من بره ومن جوه بين اللحم والجلد بالتتبيلة اللي احنا عملناها. قلتلكوا ان التقطيع بيفرق جدا، طريقة التقطيع والشكل بيفرق. بصوا البصل شكله عامل ازاي، والطماطم برضو نفس تقطيعة البصل، والبطاطس نفس التقطيعة اللي هي تقطيعة الجوانح. فلما انا جربت قبل كده تقطيع اللي هو العادي، يعني اي شكل واي حاجة بتيجي في سكتك، يعني لا بصراحة بتبقى مش حلوة خالص. فالتقطيع عليه عامل كبير جدا في الشكل، وممكن برضو تفرمي البصل في الكبة مفيش اي مشكلة. ده شكل الصينية بتاعتي بعد ما استوت. براحتك بقى، عاوزة تنشفيها ما يبقاش فيها صوص كتير مفيش مشكلة، عايزة تخلي فيها صوص شوية انت تقدري تتحكمي في الموضوع ده. جربوا الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم. ما تنسيش تحطي لايك للفيديو لو عجبك، وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب سوبر مامي. اشوفكم في فيديو جديد من سوبر مامي. سلام عليكم.